أكد قائم مقام الرمادي إبراهيم العوسج أن جسري القاسم وعمر بن عبد العزيز من بين 13 جسرا تم تدميرها خلال العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، بينما أكدت مديرية طرق وجسور المحافظة أن جميع الجسور المدمرة سيتم إعمارها خلال الأشهر القليلة المقبلة. هذا الجسران هم من جسرين من مجموع 13 جسر تم تدميرها بسبب العمليات الارهابيه والعسكريه، ان شاء الله تعالى هناك مشاريع اخرى سيتم اعمارها قريبا، بالذات هذا الجسر الحقيقه هو جسر البفراج، هو جسر حاكمه لمدينه الرمادي، هذا الجسر الان هو الجسر الاساسي ما بين عمان وبغداد، حيث انه الجسر الوحيد اللي تنتقل منه الى عمان هذه البضائع والمسافرين، جسور الخط السريع تم تدميرها بشكل كامل. تم افتتاح جسر القاسم وجسر عمر بن عبد العزيز في مدينه الرمادي من قبل الدكتورة آن نافع وزيرة الإعمار والإسكان. هذين الجسرين الذين قامت دائرة الطرق والجسور وزارة الإعمار والإسكان بإعمارهما نتيجة تعرضهما لأضرار بالغة نتيجة الأعمال الإرهابية. كلفة إعمار جسر القاسم 904,000 دولار، وجسر عمر بن عبد العزيز 1,355,000 دولار، وقد استغرقت مدة إعمارهما بحدود 10 أشهر، والآن الجسرين جاهزين لأداء المهمة من عبور المواطنين والمركبات عليهما.